السلام عليكم تلاميذ المستوى الاولى اعدادي، مرحبا بكم في هذا اول اكزرسيس ديال التماثل المركزي سيمتري سونترال. تبع معايا مزيان في هذا الاكزرسيس اللي غادي نشوفوه دابا. بعدك اول حاجه اللي تخص هذه الادوات الهندسيه تكون عندكم قلم كتشوفوا هنايا نفس الدائره بكا مثلث مستطرع، هذا ما ضروري خصوصا بكا لا بد خص يكون بلا به ما نقدوش نخدموا هذا الدرس هذايا. الوغ سوجدوهم عاد اجيو يلا نشوفوا اكزرسيس 1 تمرين واحد. ا بي سي مثلث و او نقطه خارجه، يعني ا بي سي ان تريونغل اي او ان بوين اليكستريون ديال ا بي سي. انشئ النقط ا فتحه بي فتحه سي فتحه مماثلات نقط ا و بي و سي على التوالي بالنسبه الى نقطه او. يعني على التوالي شنو كتعني؟ ان ا فتحه مماثلات ا بالنسبه الى او، و بي فتحه مماثلة بي بالنسبة إلى أو، والسي فتحة مماثلة سي بالنسبة إلى أو. فوالا ألوغ تخصي أ بخيم بي بخيم إي سي بخيم سيمتخي سكسيسيف دو أ بي إي سي باغابوغ أ أو. غنشوفو الطريقة كيفاش نايا. السؤال الثاني، ما هو مماثل المستقيم أ بي بالنسبة إلى النقطة أو؟ يعني كيلي لو سيمي سيمتري دو دروات ا بي بارابور ا او. ثلاثة، ما هو مماثل نصف مستقيم سي ا بالنسبة للنقطة او؟ يعني كيلي لو سيمتري دو دومي دروات سي ا بارابور ا او. أربعة، ما هي مماثلة القطعة بي سي بالنسبة للنقطة او؟ كيلي لو سيمتري دو سيغمو ا بي بارابور ا او. خمسة، ما هي مماثلة الزاوية بي ا سي بالنسبة الى او؟ Quelle est la symétrie de l'angle ABAC par rapport à E? Voilà. Alors, nous allons sur le wall. Alors, un chez un noqat, c'est-à-dire ABC moutillet, ou E noqta kharijahou. Hawa ABC moutillet, ou haïa noqta E qui n'a kharij had moutillet. Mais qu'est-ce que je veux dire hadia? Voilà. انشئ النقط ا فتحه ب فتحه سي فتحه مماثله نقط ا و بي و سي. يعني خصنا نرسم المماثله ديال ا من زمان او، نرسم المماثله ديال بي وديال سي. اذا هنا في هذا السلايد هذا باش نوريكم كيفاش ترسموا مماثله نقطه، حيت اذا عرفنا نرسم مماثله نقطه باش نعرف نجاوب على التمرين كامل. الوغ باش نرسم مماثله نقطه، مثلا عندنا نرسم مماثله نقطه ا بالنسبه الى نقطه او، كنرسم مستقيم كيدوز من ا ومن او. هاد او هادي خطا تكون هي المنتصف ديال هاد النقطة ا ولا هاد الجناية. الوغ شنو خصني؟ خصني البيكار. فوالا كنجيب البيكار بحال هكدايا، كنحط الشوكة هنا في ا، كنحط الشوكة هنايا في ا، والقلم نحطوه هنا في هاد او. صافي. الوغ دابا انا خديت هاد القياس هذا، دابا كنعاود ناخد البيكار نخلي نفس الفتحة ونعاود ندير الشوكة هنا، نشوك هنا ونتخصي هنايا هاد القوس اللي كتشوفوا هنايا. فوالا البيكار. دابا انا عندي هاد المسافه هادي قد المسافه هادي، هاد النقطه هادي هي اللي كتسمى مماثله نقطه ا. يعني النقطه هذيك اللي كتسمى ا فتحه هادي هي مماثله هاد النقطه ا بالنسبه الى النقطه او. يعني ا فتحه لا سيمتري دو بوين ا بارابور ا او. يعني هاد او هي الميليو دو سيغمو ا ا'. E هي منتصف النقطة القطعة A فتحة. صافي، هذه هي الطريقة. يعني بنفس الطريقة عادي نرسم الممثلة ديال B وديال C. لاحظوا معايا دابا هاد AE قد هاد A' قد فوالا. يعني كندير هاد الإشارة هادية، يعني قد هادي قد هادي. تخي بيان. ألوغ دابا دابا نرسم الممثلة ديال النقطة، قلنا ديال النقطة أ قلنا هي هذه، هذه هي أبخيم. دابا عارفين الطريقة، ما بقاش كنستعمل البيكا، نتوما عارفين. دابا هذه هي أبخيم ديال بي، ديال بي كنا عندي الشوكة ديال البيكا هنايا والقلم هنايا، ونعاود نتخصي هنا. فوالا هذه هي بي بخيم، يعني قد هذه قد هذه. فوالا إذا أو هي المنتصف ديال بي بي بريم. وفي السي كناخذ ندير هنايا السي، ندير الشوكه هنايا والقلم هنا،
عادي نهز البيكان ديال الشوكه هنايا ونتخاصي هنايا هاد القوس هذا، وهذه هي سي بريم. الوغ ها هي ا بريم سيمتري ديال ا، ها هي بي بريم سيمتري ديال بي، وها هي سي بريم سيمتري ديال او. فوالا. السؤال الثاني، ما هو مماثل المستقيم ا بي بالنسبه للنقطه او؟ يعني كيلي لا سيمتري دو ا بي بارابور ا او. هاد المستقيم ا بي اللي هو هذا، شكون المماثل ديالو بالنسبه ل او؟ الوغ باش كنعرف شكون المماثل ديالو، شنو هي الطريقه؟ غنشوف شكون المماثل ديال ا وشكون ديال بي. المماثل ديال ا هو ا بريم، والمماثل ديال بي هو بي بريم. الوغ ا بريم بي بريم غيكون هو المماثل ديال ا بي. فوالا ا بريم بي بريم لا سيمتري ديال ا بي. الطريقه هي هذه، ملي نقول لي المماثل ديال ا بي، شوف ديال ا شكون وشوف ديال بي شكون، ولاقى بيناتهم. ديال ا هي ا بريم، ديال بي هي بي بريم. الوغ المماثل ديال ا بي هو ا بريم بي بريم. ما هو مماثل نصف مستقيم سي ا بالنسبه للنقطه او بنفس الطريقه؟ هاد خصني نشوف شكون المماثل ديال سي وشكون ديال ا. المماثل ديال سي هو سي بريم، وديال ا هو ا بريم. الوغ المماثل ديال سي ا هو سي بريم ا. الوغ هو سي بريم ا، ممكن تشوف هنا هو الاصل ديالو هو سي بريم وكيدوز من ا بريم. الوغ لا سيمتري ديال سي ا هو سي بريم ا بريم. وهذا دابا ما هي مماثله القطعه بي سي بنفس الطريقه ديال المستقيم بي سي؟ غادي نلقاو هنايا المماثله ديال القطعه بي سي. القطعه بي سي هي هذه هي بي سي. كنشوف شكون المماثل ديال بي شكون ديال سي. المماثل ديال بي هي بي بريم، وديال سي هي سي بريم. الوغ هاد القطعه بي بريم سي بريم هي المماثله ديال القطعه سي بي بالنسبه لنقطه او. وهنا غتكون هاد كما شفتوا في الدرس ديالكم، غتكون هاد المسافه بي بريم سي بريم كتساوي المسافه سي ا سي بي. علاش؟ حيت كما قلت التماثل المركزي يحافظ على قياس قطعه، لا يحافظ على المسافه. لا سيمتري سونترال كونسيرف لا ديستونس. السؤال الاخر اللي هو خمسه، ما هي مماثله الزاويه بي ا سي بالنسبه للنقطه او؟ فين الزاويه بي ا سي؟ بي ا سي هي هذه فوالا. الوغ كنا كيلي لا سيمتري دو لونغل بي ا سي بارابور ا او. الوغ لونغل بي ا سي هي هذه فوالا، هذه بي ا سي هي. غنشوفوا شكون الممثله ديالها الى او. غادي نشوف غنشوف بي ا سي، شكون الممثله ديال بي؟ هي بي بريم. ديال ا هي ا بريم. ديال سي هي سي بريم. اذا اللاقي بيناتهم. الوغ غتكون هي هذه الزاويه هذه بي بريم ا بريم سي بريم. هاد بي بريم ا بريم سي بريم هي الممثله ديال بي ا سي. نعطيك ملاحظه، راه التمثل المركزي كيحافظ حتى على قياس الزاويه. يعني هاد الزاويه هذه راه قد الزاويه هذه بحال عندهم نفس القياس. وكاشاره في المستقيم، يعني مثلا قلنا هاد ا بريم بي بريم هو لا سيمتري ديال ا بي. المستقيم ما عندوش مسافه، ولكن غيكون كيحافظ على التوازي. هاد المستقيم هذا غيكون كيوازي المستقيم هذا، حيت اي مستقيم الممثل ديالو كيوازيه. وبنفس الشيء في نصف المستقيم في القطعه حتى هي كيكونوا قد قد في الزاويه، كيكونوا القياسات قد قد. ونكونوا كملنا هذا الاكزرسيس. السلام عليكم، ونراكم موعد مع اكزرسيس نيميرو 2.